درج في الآونة الأخيرة الكثير من المنشطات الجنسية الدوائية اللي شاع استخدامها، وانتشرت برضو الكثير من المواد الغذائية اللي بتساعد على تنشيط القدرة الجنسية، ومنها العسل اللي بيقدم الكثير من الخصائص المفيدة في هذا المجال، وهذا ما سنتناوله في هذه الحلقة. أنا دكتور صبحي اليازجي، تابعوني بعد الفاصل حتى نتعرف على فوائد العسل للقدرة الجنسية، ولا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا فيكم. ما هو العسل؟ العسل أحد أهم المواد الغذائية اللي بتحوي سكريات، وبتم تصنيعه من رحيق الأزهار اللي بتجمعه النحلات العاملات. فبتقوم هذه النحلات بتحويل رحيق الأزهار باستخدام عمليات الهضم الجزئي إلى سائل سكري، وبتخزنه بأغطية شمعية كطعام لخليط النحل في الشتاء القاسي. وبيملك العسل أنواع مختلفة من السكريات زي سكر الفركتوز، سكر الملتوز، سكر الجلوكوز، سكر السكروز، ماء ومواد معدنية ومواد أخرى غير محددة بعد. شو هي فوائد العسل على الصحة والقدرة الجنسية؟ أولا، بيزيد مستوى هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون هو هرمون خاص بالذكور، مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الذكورية الأولية والثانوية، مثل تضخم القضيب وكيس الصفن، خشونة الصوت، نمو الشارب واللحية، زيادة الشعر في الجسم. برضو بحسن الانتصاب وبحسن الأداء الجنسي. حسب دراسة نشرت عام 2016 على موقع المركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية، فالعسل بيزيد من نسبة التستوستيرون في الجسم. 2، العسل لصحة جنسية أفضل عند الرجال والنساء. فبيعتقد البعض أنه العسل مفيد جنسيا للرجال فقط، وهذا أمر خاطئ تماما. فالعسل برضو مفيد للصحة الجنسية عند كل من الرجال والنساء. وحسب دراسة حديثة نشرت عام 2016 على موقع ساينس دايركت، فالعسل بيساعد على تحسين الانتصاب، وبيزيد عدد اللي هي الأعراس الذكرية عند الرجال. برضو في علاج العجز الجنسي وزيادة إفراز هرمون التستوستيرون. أما بالنسبة للنساء، فقد أثبتت الدراسة نفسها أنه بيزيد معدل الخصوبة عند النساء، وبيحسن صحة المبيضين والرحم عند المرأة. بالمختصر، العسل بيعزز من القدرة الجنسية، فهو بيزيد الرغبة، بيعزز الانتصاب عند الذكور، بيحسن الصحة الإنجابية، فهو بيساعد على زيادة عدد الأعراس الذكرية، وبيحسن صحة جهاز التناسل الذكري والأنثوي. طيب، شو هو تاريخ فوائد العسل على الصحة الجنسية؟ فوائد العسل في الحقيقة مش حديثة الاكتشاف على الإطلاق، بل على العكس، من 500 عام قبل الميلاد تم تحديد فوائد العسل كغذاء مثير للشهوة الجنسية. كما يعني تدعي بعض القصص أن الطبيب اليوناني أبقراط كان يصف الحليب بالعسل كمنشط جنسي، وتدعي قصص تانية أن الطبيب العربي ابن سينا وصف الزنجبيل بالعسل كمنشط جنسي، لكن لا دليل على صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات. أما في حفلات الزفاف الهندية الشعبية، تقوم العروس بتقديم العسل للزوج كتعبير عن حلاوة الحياة وعن رغبتها في معاشرته. وبرضه في احتفالات الصين القديمة كان بيتم ربط كأس من النبيذ بكأس من العسل، وبيتم يشرب أحد العرسان من كأس اللي هو النبيذ، في حين أنه يشرب الآخر من كأس العسل، ثم يتبادلان الكؤوس. أي أن فوائد العسل على الصحة الجنسية كانت معروفة منذ الوقت طويل، وطبعا ليست نتائج حديثة توصل إليها العلم اليوم، لكن بالتأكيد قام العلم بتوضيح هذه الفوائد وشرحها وفهمها بصورة أشمل. أشهر خلطتين من خلطات العسل اللي بتزيد الرغبة والقدرة الجنسية، الخلطة الأولى 10 حبات من الفراولة، عصير جريب فروت، ملعقة كبيرة من العسل، بعض أوراق الجرجير، كوبين من الماء المعتدل. تمزج هذه المكونات مع بعضها البعض وتقدم مباشرة. الخلطة الثانية ثمرة أفوكادو، أوراق الجرجير، الكثير من المكسرات الطازجة، جوز، لوز، فستق، بندق، فول سوداني، قطعتين من الموز،
عصير البرتقال 4 أكواب من الماء ومكعبات ثلج حسب الرغبة، ملعقتين كبيرتين من العسل. بيتم مزج هذه المكونات بالخلاط وبيتم شربها فورا. جميع المشاكل الصحية والجنسية والإنجابية طبعا تعالج دائما عن طريق زيارة الطبيب المختص والقيام بالفحوصات الطبية وتناول الأدوية اللازمة. وهذه الخلطات مفيدة لكونها تدعم وتساعد الأدوية التي يصفها الطبيب المختص. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.